كما انطلق الحوار الوطني الذي نظمه حزب حماة الوطن حول السياسات المطلوبة لتعزيز ومساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمدينة الغردقة. وقال أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر محمد الشناوي إن الحوار الوطني يهدف للتنمية المستدامة للنشاط السياحي والوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً. مؤتمر خاص بتحقيق أهداف التنمية السياحية في البحر الأحمر لاستجذاب 30 مليون سائح ضمن الخطة الموضوعة وهدف من أهداف التنمية المستدامة. وبيشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية والسياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر المعنية بتنفيذ الهدف المنشود. أطلقنا كثير من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى الوعي أو توعية المواطن المصري المتعامل مع السياح، وعمل ورش عمل ودورات تدريبية زي مثلا مبادرة سلوكيات مطلوبة، ومبادرات كتيرة جدا بنعرف فيها المواطن العادي سواء كان متعامل مع سايح في فندق، في الشارع، في محل، في سوبر ماركت، سواء تاكسي، ازاي يتعامل مع السايح بصوره لطيفه. الحوار الوطني هو نبض الشارع في الارض، وبيدي بيسمح لكل المشاركين فيه ان هم يساعدوا في اتخاذ القرار، ودي فرصه كويسه جدا لكل حد بيشتغل في المجال في السياحه. بقول لاصحاب الفنادق والشركات مطلوب دورات لكل العاملين في السياحه، كل الدورات في المكاتب الاماميه، وكل شغال في قطاع السياحه يعرف ايه اهميه السياحه. يا ريت يا ريت يا ريت نشوف احسن دوله في العالم في سياحين. جايين نسمع كل الاراء الجديده، لان طبعا طريقه تسويق بلدنا في الثمانينات والتسعينات مختلفه تماما عن 2022 و2023. احنا النهارده بعد ما مرينا بازمات كتير جدا، والنهارده بعد الاستراتيجيه الجديده للدوله المصريه والجمهوريه الجديده بتعظيم كل ما هو ايراد من السياحه. حوار وطني جميل هادف لزياده عدد السائحين لمصر لحوالي تصل حوالي 30 مليون سائح. دي فرصه فيها فرصه ممتازه جدا ان احنا نشوف الخبرات وتراكم الخبرات والخبراء السياحيين. مسؤوليتنا كحزب حماه الوطن ان احنا ننشر الوعي السياحي للمستوى الاقل عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق التلفزيون، عن طريق الناس اللي ماشيه في الشارع. من غير الشارع مفيش سياحه.